السلام عليكم، انا احمد عبد العزيز. هشرح لكم دلوقتي السوليوشن الخاص بالايربون في الاف تي تي اتش. رقم واحد كده، احنا عندنا الميديا كونفرتر ده احنا حاطينه از سنترال اوفيس اور داتا سنتر يعني، وموصلينه بكابل الباتش كور ده. الباتش كور ده هو جاست ان هو از الستريشن او توضيح يعني لحضراتكم، بس هو المفروض يبقى دروب كيبل. الدروب كيبل بيدخل هنا على الديستريبيوشن بوكس ده. الديستريبيوشن بوكس ده عباره عن بلاج اند بلاي، جاست فقط ان انت بتوصل الكيبل بتاعك، ومن جواه مش محتاج تعمل اي سبلايزنج او اي حاجه. هو داخله سبليتر 1 تو 8، بتاخد منه من الديستريبيوشن بوكس ده بتاخد الكابل الدروب كيبل، وبتضطر ان انت لانه بيمشي على مسافات طويله ومسافات بعيده، فبتحتاج الهولدر ده ان انت تيرستور الكيبل بتاعك عليه، وبعدين بتاخد الكابل بتمد الكابل الاريال كيبل بتاعك توصله لحد الفايبر اكسس تيرمينال الاف اي تي. الاف تي زي ما احنا شايفين كده هو فيه عباره عن 10 بورت، احنا كده عندنا عباره عن 8 بورت، بستخدم 1 ل 8 سبليتر انسايد او 1 ل 9 سبليتر انسايد. باخد الخارج من البورتو ده ونوصل على السبسكرايبر ده، بيبقى دروب كيبل بيوصل لحد السبسكرايبر ده. في حاله ان احنا عندنا الاف تي تي ار، اف تي تي ار بوكس بتاخد بيبقى ليه الدخل بتاعه، وتاخد الكابل الترانسبيرنت فايبر كيبل ده داخل الشقه عندك لحد ما توصل لاول او ان يو او المين او ان يو او المين اوبتيكال نتورك يونت او اوبتيكال نتورك تيرمينال. ذيس ميديا كونفرتر ده مجرد فقط بيشرح لك يعني ان ده مكان الاو ان يو او الاو ان تي. ممكن تاخد من الاو ان يو او الاو ان تي ده وتوصل ل انذر بوكس ل 1 انبوت اند 4 او 5 اوتبوت. ممكن توصل اكتر من او ان تي داخل المكان بتاعك او الشقه اللي انت فيها او الفيلا اللي انت فيها، بتحصل على كذا خارج وتوصل لي كذا او ان تي او كذا او ان يو. في حاله ان انت ما عندكش اف تي تي ار جوه الشقه، بتاخد الكابل وتوصل دايركت على الفيس بليت، بتاخد في الفيس بليت هنا، بتوصل دايركت على الفيس بليت، وتاخد من الفيس بليت دايركت توصل على ذا اونلي وان او الاو ان تي او الاو ان يو الوحيد اللي هيكون في السكن بتاعك او المكان اللي انت فيه. وكده هو ده شرح بسيط لي او كونكلوجن بسيط للايربون. وفي معلومه مهمه حابب اشرحها في الديستريبيوشن بوكس ده، ان احنا عندنا في تو ديفرنت تايبس اوف كونكتورز، فبالتالي انا عندي الكونكتورز اللي في الجنب ده هي مختلفه عن الكونكتورز اللي في الجنب ده، فبالتالي انا اقدر استخدم كذا نوع او نوعين مختلفين من الفيندورز اللي هم بيقدموا السوليوشن ده، فده كونكتور مختلف عن الكونكتورز اللي في الجروب دي، ودي الميزه عندنا او الباتن ده عندنا، ان احنا بنقدر نعمل السوليوشن ده. شكرا جزيلا، السلام عليكم.